زي ما اتكلمنا ان منظومة الاسكان في مصر شهدت تطور هايل جدا جدا الفترة اللي فاتت، ولقينا ولاحظنا شغل على مستويات كتيرة جدا جدا. يعني شفنا مشروعات العاصمة الادارية الجديدة وما يوجد بها من مشروعات سكنية وايضا مباني خاصة بالجهاز الإداري للدولة، شفنا ملف تطوير العشوائية، شفنا المدن الجديدة اللي في أغلب محافظات مصر اللي بقت موجودة فيها إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل وأيضا لمتوسطي الدخل. يعني الدولة ما نسيتش فئة بعينها من ملف الإسكان، وشافت إن من حق المواطن إن هو يعيش في مكان آدمي، أولاده يتولدوا ويبقوا متواجدين في مكان آدمي، يعيشوا حياة صحية سليمة. النهاردة هنتكلم في ملف الإسكان ونعرف أبرز وأهم الملفات اللي هيشتغل عليها أيضا منظومة الإسكان في الدولة الفترة القادمة. ضيفنا المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. باشمهندس مساء الخير، أهلا بحضرتك معانا. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. خليني أبدأ من النهاية، ومؤخرا تم الإعلان عن مشروع بيت الوطن المخصص للناس اللي موجودة خارج الوطن. الفكرة دي جات إزاي؟ وإحنا هنعمل ده إزاي على أرض الواقع؟ طبعا خليني ارحب بحضرتك وبالساده مشاهدين سيادتك اللي بيتابعوا البرنامج. ويعني وزاره الاسكان شغاله في اكثر من محور على مراحل الاسكان المختلفه، ما بين اتاحه اسكان لفئات محدوده الدخل ومتوسطه الدخل، واتاحه الاراضي لفئات ذات الدخل المرتفع، ومنها طبعا مشروع بيت الوطن اللي كان بيتم المناداه بيه اكثر من سنين طويله قبل كده، ان ابنائنا العاملين بالخارج هم يعني جاليات مصريه عددها كبير جدا عايشه بره. فاستجابت وزارة الإسكان والدولة فعلا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وأتاحوا أراضي ووحدات سكنية ومشاريع إسكان مختلفة اللي عاملين بالخارج. يعني على مدار الست أو سبع سنين اللي فاتوا من 2013 لحد النهاردة تم طرح يمكن أكتر من ست إعلانات لإتاحة أراضي سكنية اللي عاملين بالخارج تسدد قيمتها بالدولار، ودي طبعا مساندة من أبناء مصر لدولة مصر لتوفير العملة الصعبة، وفي نفس الوقت برضو إتاحة أراضي سكنية مختلفة ومميزة في عديد من المدن. يمكن بدأنا بأول طرح كان وصل لحد 8 مدن أو 9 مدن تقريبا ما بين الوجه البحري والدلتا ومدن الصعيد، وبالفعل احنا تم الإعلان من أيام قليلة للإعلان الجديد لطرح وحدات سكنية وأراضي زي ما اتطرح في الإعلانات السابقة، وتوفير وحدات سكنية في أكثر من مشروع من تنشئهم وزارة الإسكان ما بين مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط ومشروعات الإسكان اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. اتفضل. فده طبعًا كانت المبادرة، علشان وطبعًا كان في يعني رسائل إيجابية جدًا للي عاملين بالخارج، إن برضو مصر ما بتنساش ولادها اللي عايشين بره واللي بيشتغلوا بره وبيدعموا الدولة بشكل ما أو بآخر، في نفس الوقت يتم تعويضهم على سنين العمل بالخارج ان هم يقدروا يبقى لهم الفرصه يحصلوا على وحدات سكنيه وعلى اراضي سكنيه موجوده في المشروع. طيب خليني بس اكد على المشاهدين، لو حد حابب يستفسر عن اي حاجه تخص ملف الاسكان يتواصل معانا على الارقام اللي هتظهر على الشاشه. ارجع لحضرتك مره ثانيه باشمهندس عمرو، وخليني اسالك انه لو في مواطن من المصريين مقيم بالخارج وحب ان هو يدعم الدوله او حب ان هو يشتري أو يشارك في هذا المشروع، إيه الإجراءات المفروض أن هو يعملها فندم؟ حضرتك يعني المشروع له اشتراطات، أنه طبعا بيكون في تحويل بالدولار بيتم من حسابه الشخصي للحساب البنك المركزي المصري، بالإضافة إحنا عاملين موقع إلكتروني للحجز الإلكتروني الكامل، مفيش أي إجراءات ورقية، هو كل الحجز الإلكتروني أونلاين، كل الشغل أونلاين، كله أونلاين. الموقع بيتفتح من بره مصر، بيقدر يخش على الموقع يشوف المشروعات المتاحة، يقدم رغبة ان هو يقدر يستفيد بالمشروع سواء قطعة ارض او وحدة سكنية في اي مدينة من المدن المعروضة، بيحاول مبلغ جدية الحجز وبيبدأ يخش يوم الحجز الالكتروني يحجز قطعته ويقدر يخش يختار القطعة وبيجيله. وفي وسائل تواصل كتير عملناها خلال تجارب الفترة اللي فاتت كلها، منها الايميل الشخصي للعامل بالخارج ومنها التليفون الشخصي الموجود، وفي نفس الوقت بنبعت له رسائل تاكيديه ورسائل باستمرار على مواعيد الاقساط المستحقه، مواعيد الاستلامات، مواعيد استلامات قطعه الارض او الوحده السكنيه المتاحه اللي هو حجز فيها. طيب. فكل حاجه موجوده على موقع الوزاره، وفي موقع متاح لمشروع بيت الوطن بالذات بيفتح من بره مصر. طيب موضوع المدن الجديده اللي بنتكلم فيها او الفكره اللي هي المدن الديجيتال او المدن الرقميه الجيل الرابع او مدن الجيل الرابع بنحب نعمل لها احنا اولا خلينا نعرف المشاهد
ايه مواصفات هذه المدن؟ وهل ممكن لو انا عندي مدينه سكنيه عاديه اقدر احولها لمدينه من مدن الجيل الرابع؟ طيب خليني يعني ابدا بالاستراتيجيه الدوله. يعني هو احنا مش بننشئ مدن في اماكن متباعده وبدون خطه. احنا بالفعل في خطه لتوزيع الكثافه السكانيه. الخطه دي بتحتوي على مجموعه تجمعات عمرانيه جديده ومجموعه مدن اللي هي سميناها مدن الجيل الرابع. ليه سميناها مدن الجيل الرابع؟ لانها هيكون فيها تطور تكنولوجي، فيها خدمات حكوميه مميكنه، فيها طرق سمارت وخدمات مرافق سمارت يعني ذكيه، خدمات ذكيه، بالاضافه لان هي هتكون ذات طابع معماري حديث وذات طابع انشائي حديث وبتهدف الى جوده الحياه. اللي هو المبدا ان هو مكان جديد بقدر اعيش فيه مستدام، مش مجرد مكان مثلا موسمي بنشئه في مكان او كده. احنا بدانا فعلا في وزاره الاسكان من حوالي 3 سنين في انشاء عدد من المدن، وصل عددهم لحد 14 مدينه دلوقتي. الهدف منه خطه مصر 2052، اللي هو احنا حضرتك عايشين في مساحه لا تتجاوز 7% من مساحه مصر. تمام. والكثافه السكانيه بقت يعني معقده جدا داخل محافظات مصر المختلفه، فكان لازم الخروج لمدن جديده تستوعب الكثافه السكانيه المتزايده. حضرتك احنا عندنا حوالي 1 مليون زيجه سنويه، وما ينتج عنها من كثافه سكانيه صحيح كان لازم تستوعب. المدن القائمه، مدن الجيل القديم الاول والثاني والثالث، استوعبت لحد النهارده ما يزيد عن 9 مليون نسمه. فحضرتك تخيل لو كانت المدن دي مش موجوده كانوا هيروحوا فين 9 مليون نسمه دول؟ فمن توفير فرص عمل، توفير فرص استثمار، توفير فرص صناعه، وبالاخص طبعا وبالتاكيد طبعا توفير فرص سكن. فبدانا تنفيذ مدن ساحليه زي مدينه العالمين الجديده والمنصوره الجديده وشرق وغرب شرق بورسعيد، ومدن على مستوى صعيد مصر موجود فيها حوالي 4 أو 5 مدن، ملاوي وفاشني وغرب قنا وغرب اسيوط، وطبعا المدن التوسعات الجديده اللي بتحصل في مدينه العاصمه الاداريه الجديده. هل ممكن يكون عندي مدينه سكنيه عاديه اقدر احولها لمدن الجيل الرابع؟ ده حصل بالفعل، وهضرب مثال زي مدن حدائق اكتوبر واكتوبر الجديده. دي كانت توسعات سكانيه لمدينه 6 اكتوبر القائمه، تم فصلها في مدن جديده وتنفيذها على نفس السياق بتاع مدن الجيل الرابع، المدن الذكيه. بالفعل ده حصل وبيحصل بالفعل في مدينه اسوان الجديده. في جزء من المدينه فعلا بيتطور دلوقتي، ومعظم مرافق المدينه بيتم تطويرها على نفس سياق مدن الجيل الرابع. طيب الفترة القادمة ايه المشروعات الخاصة بالاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة؟ ايه اللي بيتم التجهيز ليه دلوقتي وان شاء الله هيتم افتتاحه قريبا؟ احنا طبعا وزارة الاسكان شغالة في محور الاسكان الاجتماعي على مستوى محافظات مصر والمدن الجديدة، مش بس على مستوى المدن بس. وزارة الاسكان عندها خطة طموحة لتنفيذ ان شاء الله 1 مليون وحدة سكنية لفئة محدودي الدخل، الاسكان المدعم. طرحنا بالفعل لحد النهارده من بدايه شهر 6 2014 لحد نهايه 2019 حوالي 12 اعلان. تقدم للاعلانات لحد النهارده حوالي 1 مليون أسرة او 1 مليون مستفيد. بالفعل تم التخصيص لحوالي 265 ألف أسرة، فبنتكلم حضرتك في حوالي 1.5 مليون نسمه استفادوا من المشروع لحد النهارده. وزاره الاسكان بالفعل نفذت حوالي 465 ألف وحدة سكنيه في مشروع الاسكان الاجتماعي، وجاري تنفيذ 200 ألف اخرين. ان شاء الله على نهايه الخطه نكون نفذنا 1 مليون وحدة سكنيه لفئه محدوده الدخل. طيب الاعلان ال 12 اخرهم اللي طرحناه من حوالي شهرين، ده لتنميه مدن الدلتا ومحور قناه السويس. وبالفعل تقدم للاعلان ده لحد النهارده، والناس اللي تم استحقاق تقدم الاعلان لحد النهارده حوالي يمكن فوق ال 20 ألف متقدم للاعلان. طيب دلوقتي احنا عندنا اسكان محدودي الدخل واسكان للاسكان المتوسط. ايه شروط الالتحاق بـ 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 بهذه الوحدات؟ يعني الناس اللي عايزه تقدم سواء في دول او في دول الاسكان الاجتماعي بشكل عام، ايه الشروط اللي لازم تتوافر؟ طيب خلينا نتكلم في حاجتين. حضرتك قلتي الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط. الاسكان الاجتماعي هو معمول لفئه محدوده الدخل، هو مدعوم من الدوله بدعم نقدي مباشر وبدعم غير مباشر في انشاء الوحده. فعلشان كده ده له شروط وهو بينطبق عليه، اللي هو قانون الاسكان الاجتماعي. لازم يكون له شروط في الدخل، دخل الاسره من بدايه من 1500 جنيه، فئه عمريه من 20 سنه لحد 50 سنه علشان التقسيط اللي يحصل على 20 سنه الوحده، بالاضافه لشروط ثانيه اخرى بيضمنها القانون علشان يضمن ان الدعم يصل لمستحقيه. ده بالنسبه للاسكان الاجتماعي. الاسكان المتوسط ده موجه لفئه كبيره جدا من الدوله برضو، من المواطنين برضو، اللي هو دخله اعلى من دخل الاسكان الاجتماعي فما يقدرش يقدم طبقا للشروط، وفي نفس الوقت دخله متوسط ما يقدرش يقدم في المشروعات الاستثماريه العاليه. تمام. فده مش مدعوم ولكنه في مسانده، بمعنى ان اقدر اديها له تسهيلات واقدر ادي له اسكان فاخر التشطيب بمساحات متميزه من 110 150 متر،
وده احنا طرحنا فيه اكتر من ده له شروط يا فندم؟ ده ملوش شروط غير ان هو في الاعلام ما يقدرش يتقدم طبعا غير واحده واحده بس، لان طبعا عشان نسيب الفرصه لناس كتير انها تتقدم، ولكن ملوش شروط زي موضوع الاسكان الاجتماعي. الاسكان الاجتماعي مدعم بالكامل. فبالتالي احنا عندنا اكتر من مشروع في الاسكان المتوسط. في ناس بتسال مثلا ان هو ممكن يكون مواطن من محافظه وحابب ان هو ياخد الوحده بتاعته في محافظه ثانيه. هل ده متاح؟ ده متاح يا فندم في كل المشروعات. الاسكان المتوسط طبعا متاح انه يقدم في اي محافظه ملوش شروط خالص، يقدر يقدم في اي مشروع زي ما هو عايز. لكن الاسكان الاجتماعي له شروط، انه يكون من العاملين بالمحافظه او المقيمين فيها. نفترض ان هو مقيم في محافظه وعايز يقدم في محافظه ثانيه، بس هو قدم في ورق وقدم ما يثبت ان هو من العاملين بهذه المحافظه وعايز يستقر بعيلته بالكامل جنب عمله. تمام. فما فيش اي حاجه تعوق خالص، يقدر يقدم ان شاء الله ويستفيد بالوحده. طيب امتى يقدر الشخص يمتلك هذه الوحده بشكل نهائي ويقدر يبيعها كمان؟ طيب دي مهمه قوي. يقدر يبيعها لازم يكون عدى مرحله الدعم، هو خلاص ما بقاش محتاج الدعم من الدوله. يعني لازم يعني في مواطن اللي هي الاسكان المتوسط، سوري عفوا، الاسكان الاجتماعي ما يقدرش ان هو يبيعها حتى لو سدد ثمنها؟ لا طبعا يا فندم، لا يجوز بيع الوحده دي لانها بيع الوحده مدعمه بالكامل. تخيل حضرتك وحده مدعمه بما يزيد عن 98000 جنيه في ثمن الوحده، ده غير 250000 جنيه دعم غير مباشر. حتى بعد ما يخلص الاجراءات الماديه، حتى بعد ما يخلص، نفترض ان هو دخله زاد وبقى اعلى من محدود الدخل، يقدر يرجع الوحده للدوله ويرجع الدعم اللي خده علشان حد غيره يستفيد. وده الاهم، ان يفضل الدعم مستمر. هل بتورث هذه الوحده؟ لو الوحده طبعا موجوده في حوزته وفي ملكيته بتورث، لا ما فيش مشكله، لكن ما يقدرش يبيعها. ده طبعا دي حاجه طبقا لقانون الاسكان لا يتم البيع. انا معلش انا بحاول اتساءل ان الاسئله اللي ممكن تكون المواطن بيسأل بيفكر فيها، واحنا برضو بنفكر دلوقتي. اسره، رب الاسره اشترى شقه في الاسكان الاجتماعي وهو من محدودي الدخل وبيدفع الاقساط بتاعه واستحقت عليه الشروط وانطبقت عليه وحصل ومرت السنين وهو خلاص سدد الثمن بالكامل. تمام. وتوفى مثلا وفي له ابن وريث لهذه الوحده. تمام. يعيش فيها ويتجوز فيها. يعيش فيها. تمام. ما يقدرش يبيعها. لكن ما يقدرش يبيعها لان دي وحده زي ما قلنا مدعمه من الدوله. لكن يعيش فيها عادي، ما حدش يجي يقول له خلاص بقى سلم الوحده دي. لا بالظبط. لكن يعيش فيها عادي، لكن ما يقدرش ان هو يبيعها. لا طبعا ما يقدرش يبيعها في خلال فتره الدعم وفي خلال فتره الدعم والتقسيط المدعم من الدوله والميسر جدا من الدوله، ما يقدرش يبيع الوحده. اي فتره الدعم دي يا فندم؟ حضرتك هو دلوقتي طول ما هو واخد دعم ان هو بيقسط وحده على 20 سنه. تمام. دي فتره دعم. لكن الوحده تكلفتها طب لو عدى ال 20 سنه؟ لو عدى ال 20 سنه ده موضوع تاني، نبدا يعاد فيها النظر طبقا لقانون الاسكان الاجتماعي. طبعا هتتقيم وفقا للاسعار المتاحه في الوقت الحالي. طيب برضو الوضع في الاسكان المتوسط اكيد التعامل الموضوع مختلف طبعا، لان المشروع مش مدعوم، هو مشروع فيه جزء استثماري ولكن يعني ذو ربح معقول وليس ربح كثير زي السوق الحره او زي القطاع الخاص، ولكن طبعا في شروط ما دام هو لسه بيقسط الوحده، في شروط طبقا للائحه هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وهي هيئه تابعه لوزاره الاسكان، في شروط طبقا للائحه بيقدر يستوفيها ويتنازل عن الوحده للغير او يبيعها وطبقا للشروط. يعني عادي الاسكان المتوسط فيه سهوله سهوله اكتر من البيع والشراء، ولكن طبعا طبقا لشروط اللائحه. طيب الشخص اللي سكن في الاسكان الاجتماعي ودخله زاد وعايز يحول للمتوسط يعمل ايه؟ يرجع للقانون ويرجع لصندوق الاسكان الاجتماعي، يقدم شهاده تفيد بان هو خلاص ما بقاش من محدود الدخل، بالتالي بيكون في شروط انه يرجع جزء من الدعم او يرجع الدعم اللي هو خده من الدوله المباشر، وفي الحاله دي بيقدر ان هو يشيل اسمه من على السيستم عشان لو حابب يستفيد باي مشروع اخر. لان طبعا عايز اشير لحاجه مهمه قوي، ان اللي استفاد مشروع دعم الاسكان الاجتماعي ما يقدرش يقدم في المشروعات الاخرى اللي بتقدمها الوزاره لان هو من محدود الدخل، فبالتالي هو لازم يكون فيما يفيد ان هو خلاص خرج من هذه الفئه. تمام. طيب خليني بس استقبل اتصال من الاستاذ هاني من المنوفيه ونكمل مره ثانيه. استاذ هاني مساء الخير، اتفضل. مساء النور يا فندم، السلام عليكم. ايوه استاذ هاني انا بسمع حضرتك، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. نتكلم من الدكتور عمرو. باشمهندس عمرو مع حضرتك، اتفضل. حضرتك انا من ذوي الاحتياجات الخاصه من مركز البجوه المنوفيه. تمام. وقدمت على الاعلان الثامن الكراسه الحمراء. وفوجئت لقيت جالي جواب ان انا على قائمه الانتظار للاولويه. والكلام ده سيادتك من 2015 من قيمه شهر جالي رساله عن محمود ان يحول لمدينه السادات.
وانا محل اقامتي الباجور ومحل عملي في الباجور. فازاي يا فندم اروح السادات واجي محل عملي واجي اقامتي؟ حاضر يا استاذ هاني. باشمهندس عمرو هيرد على حضرتك، ناخد برضه اتصال سريع. هنرد على حضرتك حالا. باشمهندس عمرو بس استاذنك ناخد اتصال اخر معانا. استاذ علاء من القليوبيه، يا استاذ علاء اتفضل. اتفضل. انا مقدم في الاعلام الثامن وجالس اعلام. دفعت الوقت المادي دفعت 26,000 ودفعت البنك حدد لي الاقساط والمقدمه حوالي 39,000 مقدمه وقسط 972 جنيه ودفعت الثلاث اقساط في البنك. وجئت بالبنك انا في يوم الخميس اللي فات يقول لي لسه هعمل لك استعلام بنك ثاني، والشقه لغايه دلوقتي لسه ما اتخصصتش، وانا يعتبر دفعت المقدمه والتزمت مع البنك والتزمت الحاجات زي دي، والشقه لغايه دلوقتي في العبور ما اتخصصتش، وانا متحول لبنك القاهره فرع العبور. طيب. ورحت دفعت الحاجات فرع العبور. طيب في سؤال ثاني يا استاذ علاء؟ لا انا دلوقتي معلش. طيب. البنك حاضر. حضرتك عايز تستفسر عن حاجه منه باشمهندس؟ انا محتاج بس رقم القومي. طيب احنا ممكن حضرتك بس ناخد الرقم القومي تسيبه مع زمايلنا في الاعداد بعد اذنك؟ رقم تليفونه بقى يا صاحبي. تمام. بشكرك استاذ علاء. طيب ناخد سريعا استاذه سناء من بنها، اتفضلي يا فندم. استاذه سناء. ايوه يا فندم مع حضرتك. اهلا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا مقدمه على الشقه من 2015 الاسكان الاجتماعي ودفع 5000 جنيه اللي قالوا لي عليهم. طيب. وكان واخويا وجيراني كلهم مقدمين معايا. وكل الناس استلمت ما عدا انا. ورحت كذا مره اسال قالوا لي ورقك مش مستكفي. حضرتك استفسار بخصوص استاذه سناء؟ هحتاج برضو رقم القومي ورقم التليفون. طيب رقم القومي ورقم التليفون في الاعداد مع زمايلنا. بشكرك يا استاذه سناء. في اتصالات تاني ولا نقدر نجاوب بقى؟ طيب ناخد الاجابات من حضرتك معانا. طيب. الاستاذ احنا قلنا الاول استاذ هاني مركز الباجور، المنوفيه مركز الباجور، وهو اتحول لمدينه السادات. طبعا عايز اقول حاجه عامه على كل الشكاوي اللي اتقالت، انه في اولويه. بيحصل ان المواطن بيتقدم للشقه بيكون في مثلا الاعلان فيه 20,000 شقه او 10,000 شقه، بيتقدم حوالي 40,000 50,000. فطبعا في اولويه طبقا للسن وطبقا للحاله الاسريه، متزوج ويعول مطلقة. يعني في جهه في جهه بتراقب كل الكلام ده وبتعمل اولويات. ما دام انطبقت عليه الشروط واستحق الوحده بيخش قائمه اولويه. قائمه اولويه ان هو ما يقلقش ان شاء الله هياخد الوحده طبقا للمنفذ في الموقع. طبعا الاعلان الثامن احنا اتاخرنا يمكن في شويه نتيجه تحرير سعر الصرف واجراءات تمت في الفتره دي، لكن احنا شغالين بنسلم في الاعلان الثامن بالفعل دلوقتي. فضروري ان يبقى في تواصل، واحنا عاملين موقع لصندوق الاسكان الاجتماعي، المواطن بيخش يحط رقمه القومي بيلاقي بياناته بالكامل، هو محول على انهي مدينه، الوحده متخصصه فين، هو في موقف الاجرائي بتاعه الاستعلام بيتم ازاي، الاستعلام البنكي او الاستعلام الاجتماعي او خلافه. ناخد الاستاذ هاني في المنوفيه، انا بس هبقى محتاج دايما رقم تليفونه ورقم القومي، ده مهم جدا عشان نتواصل معاه ان شاء الله ونشوف مشكلته ونشوف هو اتحول ليه على المنتسبات. طيب دلوقتي هنبلغهم لحضرتك بعد الحلقه. ضروري ان شاء الله. الاستاذ علاء من القليوبيه كان بيشتكي ان هو دفع كل الاجراءات واتحدد له كمان القسط، فما دام اتحدد له القسط وما يقلقش خالص، هي الوحده اتحددت له بالكامل، هو بيقول لسه هيتعمل له استعلام بنكي. ليه بنعمل استعلام بنكي؟ لان لازم نتاكد ان هو يقدر يسد القسط. نفترض انا حددت له قسط طبقا لحالته الماليه اللي قدمها وحالته الاسريه وطلع القسط اكتر من 35% من دخله الشهري. لازم اطمن ان هو يقدر يسد القسط، او اقلله القسط شويه واكبر له المقدم اكتر علشان لما ياخد الوحده ما تبقاش مؤثره عليه في حياته الماليه. فطبعا انا برضو هبقى محتاج رقم تليفون رقم قومي ان شاء الله نتواصل معاه على طول. طيب. الاستاذه سناء من بنها كانت بتتكلم ان هي مقدمه من 2015، الناس قدموا معاها طبعا استلموا هي اختلاف لا الحالات. يبقى هنا برضو موضوع الاولويه او موضوع مش مستوفي دي ضروري مهم قوي لازم اكد عليها مع الحلقه مع حضرتك. لما يكون جالي رساله بان في مستند غير مستوفى لازم اتواصل فورا مع صندوق الاسكان الاجتماعي واشوف ايه المستند واقدم الاصل بتاعه واتواصل فورا علشان الاستلام ده بيتم
طبقا للورق اللي متقدم مع الاعلان. طيب التواصل ازاي؟ ممكن من اونلاين من خلال الموقع ولا لازم يروحوا للمقر؟ احنا عندنا اكتر من اكتر من جهه. عندنا خدمه المواطنين الاسكان الاجتماعي في وزاره الاسكان، واحد شارع اسماعيل اباظه متفرع من قصر عيني، وعندنا صندوق الاسكان الاجتماعي في الدقي، ده المقر الرئيسي. موجودين في المحافظات يا فندم؟ وموجودين في المحافظات يا فندم. ده بقى علشان عملنا له بوابه الكترونيه، إن لو عنده مشكله يخش على البوابه الالكترونيه ويقدم الشكوى، وبيتواصلوا معاه فورا طبقا لرقم التليفون اللي هو حاطه في اوراقه. طيب المشاكل دي بنواجهها في عندنا برضو اكتر من مكتب مركزي موجود في المحافظات. عندنا 8 مكاتب للاسكان الاجتماعي، لصندوق الاسكان الاجتماعي موجودين في المحافظات، هنبقى نحطهم برضو موجودين على الويب سايت بتاع المشروع. طيب المشاكل دي او الملاحظات دي هل بنلاقيها برضو في الاسكان المتوسط ولا الموضوع بيختلف؟ يعني في ناس بتتكلم برضو في جزئيه انه التاخير في الاستلام الوحده. المشاكل دي مش موجوده غير في الاسكان الاجتماعي في التاخير، لان عدد متقدم كبير جدا يا فندم. احنا طرحنا حوالي بنتكلم في حوالي 40,000 وحده لحد 400,000 وحده. المستفيدين منهم وصلوا 250,000 مستفيد، اللي هم يعني لو بنتكلم في حوالي 1,000,000 نسمه تقريبا استفادوا. احنا بننتج بكل يوم بغزاره من وحدات الاسكان الاجتماعي عشان نوفي الطلب. لكن الاسكان المتوسط طبعا الشريحه دي من المجتمع ما بيبقاش في اي اشكاليه، والمشروع ماشي طبقا للمخطط ليه، والاستلامات ماشيه باستمرار باذن الله. طيب ناخد استاذ محمد من الشرقيه. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت كنت عايز اعرض مشكله لاختي، وكان جوزها الله يرحمه كان مقدم على شقه تبع الاسكان. اسكان اجتماعي يا فندم ولا الاسكان المتوسط؟ لا اسكان اجتماعي. اكيد اسكان اجتماعي. الشقق اللي هي الثلاث اوض. فتوفاه الله، وبعد ما توفاه الله قعدنا فتره طويله، يعني يمكن قعدنا سنه بعد الاقساط، دفعنا الاقساط كلها، وبعد سنه حاولنا ان احنا نتواصل مع البنك، للاسف هم عرفوا ان هو توفى والطلب وقف بعد كده. ودخلنا في اكتر من سنه لما اختي طبعا فاقت من الصدمه وحاله الوفاه، لان كان توفى سن صغير. حاولنا ان احنا نتواصل للاسف لغايه دلوقتي بقى لنا اكتر من سنتين ما بين التمويل العقاري وما بين بنك الاسكان والتعمير، ولغايه دلوقتي للاسف ما فيش اي رد خالص ولا تواصل. يعني حضراتكم بتدفعوا لسه الاقساط الخاصه بالشقه ولا حاليا؟ لا احنا وصلنا لحوالي 47,000 جنيه دفع اقساط، وبعد كده خلاص كل المواضيع وقفت. طيب في الحالات اللي زي دي يا فندم المفروض التعامل بيحصل لما تكون الحاله الاجتماعيه اتغيرت، زوج متوفي او زوجه مطلقه، حصل اختلاف في الحاله الاجتماعيه، هو مقدم من 2015 2014 وبعدين الحاله الاجتماعيه اختلفت اثناء الاستلام او اثناء التخصيص، بيقدم يعني مستند جديد بالحاله الاجتماعيه الجديده وبيتم اعاده الاستعلام. فهو في الحاله دي احنا بس محتاجين رقم تليفون بتاع الاخت اللي زوجها توفى، الزوجه، وعلشان اتواصل معاها، ورقم القومي طبعا للزوج اللي كان حاجز بيه المشروع الاسكان الاجتماعي، علشان نشوف ايه اللي ناقصها من المستندات تاني نقدر نعملها اعاده استعلام للحاله الاجتماعيه، لان اعاده الاستعلام دي بتحدد الوضع الحالي وعلى اساسه بتحدد الاولويه. طيب ناخد استاذ احمد من القاهره. يا استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. لو سمحت انا عندي مشكله، كنت مقدم في مشروع الاسكان 2015 وحصل ان طبعا كنت مقدم في 2015 ومنطقه التجمع الخامس، وجيهم قالوا لنا لازم تحوله، تمام، تحوله البدر يا اما الشروق يا اما مدينه 15 مايو، تمام. فحولنا 15، حولت الشروق وبدت وخليت اخر وجبه 15 مايو. فالمهم جات لنا اللي هي الشروق، تمام. فرحت عشان ادفع الاقساط كده، قالوا لازم نعمل عندك استعلام من اول وجديد، وبعد ما عملوا الاستعلام وخلاص المفروض هدفع الفلوس وكده، راحوا عاملين اعاده استعلام تاني. وبعد ما عملوا اعاده استعلام تاني قالوا خلاص انت كده المفروض يتخصص لك وحده في الشروق. وجيت اسال عن الوحده، قالوا لي الوحده بتاعتك 70 متر، وانا كنت مقدم في ال 90. انا كنت عايز اعرف ازاي انا مقدم في ال 90 واداني ال 70. فلما انا قلت لهم انا عايز ال 90 اللي انا كنت مقدم فيها في الاستعلامات، راح قالوا لي طب حضرتك ممكن تحول عن طريق النت، اداني موقع حولت من عليه. جيت احول، عملت الاوراق اللازمه وطبعتها وجيت احولها، راح قالوا لي مفيش اماكن فاضيه في اي حته ثانيه في اي مدينه ثانيه، يعني المفروض قال لي لو انت ما فيش 70 في الشروق هتحول 90 في بدر، ما لقيتش الكلام ده. طيب يا استاذ احمد حالا باشمهندس عمرو يرد على حضرتك، بس برضو يعني تسيب لنا الرقم القومي ورقم التليفون مع زمايلنا في الاعداد.
المشكلة دي ايه يا فندم؟ المشكلة دي بتحصل لما بيكون الكثافة السكانية المقدمة او كثافة الاعلان اكبر بكتير من الانتاج اللي تم. مثلا انتجنا في المكان ده 2000 وحدة، تقدم لنا 50-60 الف متقدم، فبيحصل انه بيعيد الرغبة ما دام في اطار نفس المحافظة. هو كان مقدم في القرية الجديدة، فعندنا لسه في الشروق وبدر و15 مايو، فهو اختار في مدينة من المدن طلعت له في مدينة الشروق. لكن موضوع الوحدة والمساحة ده ما اعتقدش انه في حاجة بالشكل ده، لازم تكون وحدة مثيلة. فانا بس هاخد نفس المساحة. فهناخد رقم تليفونه ونشوف رقم ونشوف الموضوع حصل ازاي ونشوف يعني تاريخه ايه بالظبط. استاذنك اتصال اخر. استاذ محمود من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا فندم من ذوي الاحتياجات الخاصة. اهلا بيك، اتفضل. وكنت سامع عن حاجة اسمها الاولى بالرعاية. فكنت بتمنى ان سيادتك يعني الاستاذ يخليني اجيله المكتب. بالله عليك اجيلك بكره تعمل لي ورق. طيب خليني اخد ممكن أنا طيب انا بس خلي حضرتك معانا ونعرف الاجراءات برضو من باشمهندس عمرو. واتفضل باشمهندس. طيب ثانيه واحده حضرتك بس شوف بترد على استاذ محمود. احنا طبعا اهلا بحضرتك استاذ محمود. طبعا باكد ان احنا مكتبنا مفتوح. تمام. يعني طول وقت لاي حد واي استفسار. انا مكتبي في الوزاره وخدمه المواطنين موجوده في الوزاره وفي فريق عمل متكامل لاستقبال حضرتك. وزاره الاسكان بتخصص بالفعل 5% من انتاج المشروع لذوي القدرات الخاصه والاحتياجات الخاصه. فاي اعلان بيقدم بيبقى له اولويه في التقديم، اولويه في الحصول على الوحده. او حتى بنخصص لهم اسبوع متكامل يقدموا لوحدهم فيه بعيدا عن زحمه التزاحم المواطنين في اثناء الاعلان. ده مهم جدا طبعا. فطبعا اهلا وسهلا بيه، والاعلانات متلاحقه ان شاء الله، واحنا لن نكف عن انتاج الوحدات السكنيه. والحركة اولويه طبعا. اهلا بيك. طيب يا استاذ محمود بشكرك، ورساله حضرتك وصلت لباشمهندس عمرو. انا سعيده جدا على فكره بالمجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيه، يعني عشان بس كمان نكون نتكلم كلام منطقي. اي يعني مشكلات قد تواجه البعض، تعثر مثلا، تاخير، يعني دي كلها حاجات بيحصل اضعاف منها في المشروعات اللي احنا بنشوفها. وبعدين فكره الامان، ان الناس يعني ان الناس بتتعامل مع وزاره الاسكان، بتتعامل مع الدوله في امان في التعامل، من المشاكل اللي بتواجهها حتى كمان الناس الاسكان المتواصل ده مهم جدا. في ناس كتير بتروح تدفع الافات في مشاريع بيبقى فيها نصب، بيبقى فيها احتيال، بيبقى فيها ابتزاز ليهم، وبتتعرض لمشاكل كتيره جدا جدا. فطبعا احنا بنشكركم على المجهود ده. وخليني كمان اتكلم في ملف برضو مهم لا يقل اهميه عن الدور ده، وهو ملف تطوير القاهره الخديويه. وعارفين ان ده دي من الاثار المهمه جدا جدا للدوله المصريه، وقد ايه ده مهم لينا قبل ما يكون كمان مهم لشكل مصر امام الخارج. عايزين نعرف عملنا ايه في الملف ده. طبعا يا فندم، هي وزاره الاسكان شغاله في اكتر محور بخصوص هذا الملف. بما ان هيحصل نقل ان شاء الله للوزارات الحكوميه والبرلمان مجلس الوزراء في العاصمه الاداريه الجديده، كان لازم بالتزامن يتم تطوير القاهره الخديويه القديمه ونرجع شكلها التاريخي اللي كنا بنشوفه في الخمسينات والستينات. شوف قد ايه كانت المدينه التراثيه موجوده وقد ايه الاماكن الاثريه كانت موجوده بشكل كويس. وزاره الاسكان شغاله في تطوير في 5 مشروعات، اولهم طبعا تطوير ميدان التحرير اللي حضراتكم طبعا بتتابعوه باستمرار في الميديا، ومثلث ماسبيرو، ودي كانت منطقه طبعا مليانه مكان غير مخطط وعشوائي بالكامل. وزاره الاسكان بالفعل بدات فيه من حوالي سنه ونص وبالفعل شغالين في تطويره. وممشى اهل مصر، وده اللي ان شاء الله بيتكامل مع مثلث ماسبيرو، وده ان شاء الله هيبقى على كورنيش النيل في حوالي 36 كيلومتر تطوير بالكامل للكورنيش، ويتكامل مع المواصلات النهريه والتاكسي النهري وخلافه. فيها مناطق ترفيهيه ومناطق سياحيه بتخدم المنطقه، بالاضافه طبعا لاعاده تسكين اهالينا اللي كانوا موجودين في منطقه مثلث ماسبيرو. بالاضافه لمشروع منطقه عين الحياه او عين السيره، قد ايه يعني كان المكان ده فيه جزء كبير جدا من التلوث والاهمال لفترات طويله، وزاره الاسكان شغاله فيه. احنا شايفين بالفعل لو الزملاء يجيبوا لنا في الاعداد في فيديوهات على الشاشه دلوقتي. احنا بدانا في اول مرحله في مثلث ماسبيرو اللي هي بنتكلم في حوالي 6 فدان، اعاده تسكين اهالينا اللي كانوا موجودين في المنطقه قبل ما نبدا نطور المكان نفسه. كانوا خايفين يعني يعني الدوله بتثبت لهم ان هم ليهم الاولويه كمان في منطقتهم والاماكن اللي كانوا بالزبط. موجودين بالظبط. او عشان كده بدانا باول حاجه العمارات اللي هيسكنوا فيها اهلنا اللي كانوا موجودين في المنطقه، بالاضافه
لتطوير مناطق تجاريه في نفس المنطقه ورفع كفاءه المنطقه من ناحيه المرافق والطرق. اخرهم سور مجرى العيون، وده طبعا كان مكان اثري عملاق جدا، وقد ايه كان في مكان فيه ورش مدابغ وحاجات ملوثه كيميائيه وصحيه على اهالينا اللي كانوا عايشين في المكان ده. تم في الاساس عمل منطقه مدابغ صناعيه في مدينه بدر ونقل اهالينا اللي كانوا شغالين في المكان ده قبل ما نبدا تطوير وهدم العشش اللي كانت موجوده واللي كانت فيها خطوره داهمه على المواطنين اللي عايشين هناك. وبالفعل احنا شغالين، بدانا في المرحله الاولى من المشروع ان شاء الله. مشروع العشوائيات الغير امنه، هل الناس او المناطق دلوقتي بداوا يطمنوا؟ يعني الاول لما كنا بس بنروح الناس، لا انا بتكلم على المناطق اللي احنا لسه هنبدا فيها كمان. يعني هل دلوقتي الموضوع اختلف؟ يعني الاول كان في خلافات وكان في نقاشات كتير، تل العارب وكان الناس مش مبسوطه وقلقانه. كان الناس بتخاف، لكن بعد لما شافوا المناطق حصل فيها ايه، دلوقتي بقى فيه حماس لما بتروحوا اماكن جديده. ولما بنروح اماكن جديده في اماكن مجاوره بيقولوا امتى هتيجوا تطوروا عندنا المكان. بالاضافه يعني الاماكن المحيطه بالاماكن اللي كانت غير مخططه وغير امنه، الاماكن اللي كانت ساكنه جنبهم بيقولوا تعالوا طوروا نفس الاماكن بتاعتنا. خلصنا يمكن بنتكلم في حوالي 3 سنين 298 منطقه، وبنينا في الاماكن دي في نفس الاماكن اللي تم هدمها من اماكن ذات خطوره داهمه على المواطنين، بنينا فيها ما يزيد عن 160 الف وحده سكنيه، وتم تسكين المواطنين في الوحدات مفروشه ومجهزه بالكامل بمرافق مجانيه. هو الحقيقه احنا مش بنبني كمان، يعني وزاره الاسكان مش بتبني مباني فقط، احنا بنبني وبنطور وبنقدم للدوله مجتمعات جديده، مجتمعات جديده مجتمع كامل. بنغير الصوره الذهنيه اللي موجوده عند النشء اللي لسه هيطلع بينشأ في بيئة صحية ملائمة للأطفال في مصر. فيعني مجهود مهم جدا الحقيقة، وإحنا بنشكر حضراتكم. وبشمهندس عمرو حضرتك توعدني إن لو حد تواصل معانا إحنا هنبعت لحضرتك أرجوك يعني ويتم التواصل معانا. وبشكرك طبعا على الاهتمام وعلى سعة صدر حضرتك في المشاكل اللي واجهتنا النهاردة. العفو يا فندم، وأنا بس بأكد على حاجة مهمة جدا، اي مواطن عنده مشكله يتوجه فورا لمبنى الوزاره، عندنا خدمه المواطنين، عندنا رقم سريع بيتواصل عليه. طب يا ريت عندنا رقم الصندوق نفسه، رقم صندوق التمويل العقاري هيلاقيه موجود على موقع الصندوق. تمام. وعندنا طبعا احنا لينا اماكن موجوده في كل مكان في المحافظات نقدر يتواصل معنا ان شاء الله عليها. مشكورك جدا وبالتوفيق، وان شاء الله نلتقي قريبا ومزيد من النجاح في هذا الملف. بشكرك شكرا جزيلا. مهندس عمرو خطاب متحدث رسمي باسم وزاره الاسكان، بشكر حضراتكم، ان شاء الله التقي بحضراتكم الخميس القادم. صوت الناس مكمل معاكم ان شاء الله الاسبوع القادم ايضا، المفروض النهارده كان زميلي احمد الشاعر لكن ان شاء الله يكون موجود معاكم الجمعه القادمه. بشكركم واشوفكم على الف خير، الى اللقاء.